مجال الألعاب خلال السنين الأخيرة اتطور بشكل كبير. التطور اللي مش بس خلى فيه إقبال كبير على الألعاب وزيادة ملحوظة في عدد الجيمرز، ده كمان خلى أكبر شركات العالم تبتدي تهتم بيه. غالبا أول تورنمنت حضرتها كانت تورنمنت صغيرة كده، كان لسه الإي سبورت ساعتها مش واخدة راحتها قوي في مصر يعني كده. رحت وزارة الشباب، كانت أول مرة أشوف حاجة على مسرح كبير كده، وعارف كده كانت شبه كده الأجواء بتاع الـ LCS، مسرح وناس كتير وتشجيع وكان فيه طبلة. فلا يعني من خلال مثلا 3 سنين الأخرين الموضوع السين بيتطور بشكل كبير يعني. لعبة فورتنايت دي ما كانتش معروفة، أنا عرفتها بالصدفة من على يوتيوب أصلا، من يوتيوبرز. فجأة رحت لقيت صحابي اللي هم أصلا ما لهمش أي علاقة بالجيمز ولا لعبوا أصلا فيديو جيم في حياتهم، بيقولوا لي سلمى أنا عارفة إن أنت بتلعبي فورتنايت فعلمها لي، أنا عايز ألعب معاكي. بعدين أكلم صاحبتي تانية تقول لي أنا نزلت فورتنايت على الموبايل وبلعبها عشان ما عنديش بلاي ستيشن فبلعبها على الموبايل. طبعا جيمرز لونج بدأت الأول، إيفنت رحته أنا، كان عندنا رهبة كده بسيطة إن إحنا ندخل، لا تبقى أنت اللي الناس هتشوفك، أنت حاسس إن لا دي حاجة كبيرة، إن أنت في ناس هتتفرج عليك، في ناس هتشجعك، في ناس جاية مخصوص تشجع الناس اللي رايحة تلعب سيس جو. التطور اللي حصل ده خلى الألعاب أبعد ما يكون عن الإسطمبة اللي معروف بيها، وهي إن الألعاب مجرد مضيعة للوقت. وظهور المصطلح اللي منتشر عالميا بقوه وهو الاي سبورتس او الرياضات الالكترونيه. بالنسبه لناس كتير ايه التفاهه اللي انتوا بتعملوها دي؟ انت بتضيع وقتك، طب روح اقرا لك كتاب، روح مش عارفه اعمل ايه. بس احنا عددنا بدا يزيد وبدا يبقى في تورنمنتس موجوده، فدي بتثبت ان لا يعني الموضوع مش بالتفاهه دي، الناس بدات تحضر الحاجات دي اكتر، حتى لو مش لعبوا بيحضروا عشان يتفرجوا. هو الاهالي عشان تقتنع ان اولادها يقعدوا يلعبوا جيمز محتاجين حاجه من الاثنين، يا اما يشوفوا فلوس كتير قوي او يشوفوا مثلا ان في حد مهتم بالموضوع ده لدرجه ان يكون في شركات بتنزل سبونسر وحاجات، يعني مثلا يبقى في اهتمام اعلامي اتليست، سبونسر برضه سبونسرز كتير، ما دام هو كده كده قاعد بيلعب وانا مش غلبت معاه وهو عرفني في عيشتي فالواد بيرجع لي بفلوس ازاي فيكون العضوي يعني ده بيستفيد يعني على الاقل ما بيضيعش وقت او كانها شغلانه بعد الظهر. مع تضخم مجال الرياضات الالكترونيه ظهرت مؤسسات كتير هدفها انها تجمع لعيبه محترفين وتكون فرق ينافسوا بيهم في البطولات العالميه، واللي بيشارك فيها تقريبا اكبر بلاد العالم على كوكبنا. والمنافسات دي نقلت الالعاب من مجرد هوايه لانها تبقى رياضه اللعيبه كلهم بيتمرنوا عليها علشان يطلعوا احسن ما عندهم ويثبتوا كفاءتهم في المجال. The gaming community كبير. Why not make it competitive? It's a game. It's sports. You think you compete. Why not make it like global? Why not like make it an Olympic? أنا شايف إيسبورتس ممكن يكبر أكتر من كده تمام، ومش ممكن هو أكيد يوم من الأيام إن إحنا بطولات الألعاب الإلكترونية هتعد الأولمبيكس. مجال الرياضات الإلكترونية محليا بيقرب من المستوى العالمي مع الوقت، واللي بان من خلال مشاركة مصر في أكتر من بطولة عالمية بينافس فيها أكبر بلاد العالم. دي أول بطولة تسفر من كل حتة في العالم لعيب أحسن لعيب عندهم من الأوفلاين كواليفاير والأونلاين كواليفاير الإن جيم، ودي هي اللي هتعمل الهايب الحقيقي في مصر عشان هم اختاروا مصر من إحدى الدول اللي هتشارك في البطولة دي. هو أوريدي أنا من سنتين ونص حاسس بتغيير رهيب في عالم الجيمنج في مصر، يعني تورنمنتس كل سنة البرايز بول اللي أنا شايفها بتتضخم عن السنة اللي قبلها، فدي حاجة كويسة جدا يعني الطريق اتفتح طريقة رهيبة يعني. أنا شايفة إن السين هيكبر في مصر وده باين من كذا سنه من الايفنتس، نوعيه الايفنتس حتى بدات بتورنمنتس اونلاين وبعد كده تورنمنتس نقدر نحضرها. الكالتشر بتاعت الجيمنج عامه بتزيد سنه على سنه، في لعيبه تقدر تكومبيت مع لعيبه عالميه وفي فرق في مصر تقدر تكومبيت في اي حته في العالم. كسبت الاول على يوروب، كسبت ثالث على يوروب اسمهم ار دي يو وجرين شيب، ده كان قبل الكواليفيكيشن هنا في مصر السمر كاب، فمن ساعتها بقى بدات القصه بتاعت الوورلد تشامبيونشيب. الموضوع بالبلايرز وبالكوميونتي وبالجيمرز بشكل عام انهم يتابعوا ويسبورتوا يلعبوا، كل ده هيصب في الاخر لان الصناعه دي تكبر في مصر، وفي يوم من الايام اكيد هنشوف الاي سبورتس حاجه كبيره في مصر بالكوميونتي وبينا يعني. والتطور ده كمان بقى ملحوظ في حاجات متعلقه بالجيمنج سين زي الكوسبلاينج، واللي بقى فيه اقبال كبير جدا الفتره الاخيره. على مدى اللي انا بشوفه يعني على مدى الثلاث سنين اللي انا قعدت فيهم في الكوميونتي شفت ان في ناس فعلا بتعلى، هما بيعلوا وانا بعلى معاهم، وبقينا بنساعد بعض وبنشارك بعض في ماتيريالز جديده. طبعا هي بتعمل كتير فده بيزود المنافسه، بيخلي الناس تجرب حاجات جديده، تعمل حاجات اعلى، مستوى الكوسبلاي عامه هيعلى يعني. جيمرز لونج 2016 ده كان اول ايفنت انا ابقى طالع منه ساتسفايد ومبسوطه جدا از كوسبلاير واز حد كان بيتفرج. الاي سبورت سامت هو الحدث الاكبر للجيمنج في مصر واللي بيجمع اكبر البطولات المحليه لاقوى الالعاب عالميا،
انا طبعا هروح احاول اشارك عشان هيكون وقت حلو. انت فاهم انت بتقابل ناس انت نفسك تشوفهم. انا ان شاء الله متطلع جدا للاي سبورتس سامت لان زي ما قلت لك هو هيبقى نقله كبيره باذن الله نحضرها كلنا. لا احب طبعا اشوف وانا يعني بدعم اي حاجه لها علاقه بالسين. انا مبسوط جدا ان انا نفسي فعلا الموضوع يكبر جدا وان شاء الله هيكبر يعني على ايدين كل الناس اللي بتاخد انيشيتيف انها تعمل حاجه زي كده. ان شاء الله ربنا يوفقهم وانا دايس معاكم يعني. تعالى أكبر إيفنت للألعاب الإلكترونية في مصر يوم 29 سبتمبر وخلي جزء من المجال اللي بيكبر كل يوم والحق الإنجاز من الأول.